السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعد ان حصلت على 14 تعويذة يمكن لكتيب الارشادات ان يكسر قفل الباب وتقتل جال. انت مستعد؟ عليك القفز عبر الحفرة لتصل الى المكان حيث يختبئ ريبتو وجال. يمكنني مساعدتك، لقد روضت بعض الحيوان. يا جال، أخيرا جعلت من أفالار تحت سيطرتنا، لقد حصلت على مكافأة خاصة. جال، ماذا هناك يا فتى؟ أوه الجنية، ها أنت ذا؟ لقد أحرقت ردائي، بدأت تخطئني أيها التنين الصغير. قل وداعا يا نافث اللهب. قال إنه وقت الغداء. قال اقضي عليه ويمكنك الحصول على جميع الجنيات التي تستطيع عدها. استمتع you
من أين أتيت؟ لقد كنت خارج القلعة في سهول الخريف. القلعة حرة من جديد. ليس هناك من خبر عن ريبتو. ومنذ أن جئت أنت بدأت مخلوقات أفالار أخيرا بالتعايش. بما أنك قدمت الكثير لأفالار ولأني أعلم أنك تفتقد حقا لإجازة، نريد حقا أن نقوم بشيء لطيف من أجلك. ليس بالأمر الكبير، لكن نتمنى أن يعجبك. أوه واو، هذا رائع. ألم تنضم إلي؟ لا، كنت لأفعل، لكن علي تفقد البروفيسور في القصر الشتوي. يحاول إصلاح البوابة لإرسالك إلى بيتك. أوه، هذا يبدو رائعا. أعتقد أنني سأتسكع هنا لفترة وأستمتع بأشعة الشمس. هاي، أين ذهبت لورا؟ من الأفضل أن أتبعها. أخيرا اكتشفت طريقة للدخول إلى عالم التنانين من البوابة الخارقة. يجب أن تعطينا باللورة الطاقة، هذه الطاقة الإضافية التي نحتاجها، المزيد من الحسابات لتنصيبها. أعتقد أنني حصلت عليها. ممتاز، كل شيء أخيرا جاهز. سنكون بحاجة للمزيد من الكرات، لكن مع تعزيزي باللورة الطاقة البوابة الخارقة ستعمل مجددا. إذن اعتقدت أنك تخلصت مني. حسنا، أخشى أنك لم تفعل. لقد أقنعت دب المال السمين ذاك بأن يبيعني بعض القنابل. بسرعة باللورة الطاقة. لا تحاول ذلك حتى يا فتى الكتب، وإلا ستصبح أذكى كومة من الرماد في العالم. هذا تماما ما أحتاجه لصولجان جديد. هانتر افعل شيئا بسرعة. هاي
بعد ذلك. لقد حاولت. أيها الأغبياء، بعد أن أدمركم جميعا بصولجان الجديد، سأسمي هذا المكان ريبتونيا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.